رح نبدأ اليوم بأول درس بالفصل الدراسي الثاني، الأردن في ظل الدولة العثمانية. هذا عنوان درسنا اللي اليوم رح نشرحه. من 1516 ل 1916 هي الفترة مالها، الفترة التي بقيت الأردن في ظل الدولة العثمانية والتي كانت فيها الدولة العثمانية. طب أستاذ، كيف الدولة العثمانية دخلت على الأردن؟ كيف صارت الدولة العثمانية؟ أي أو كيف وصلت سلطة الدولة العثمانية والعثمانيين على بلاد الشام؟ من خلال معركة مرج دابق. أستاذ، شو معركة مرج دابق؟ هي معركة بين المماليك والعثمانيين، انتصر فيها مين؟ العثمانيين. لما انتصروا العثمانيين في هاي المعركة دخلت بلاد الشام الدولة العثمانية. إذا خضع الأردن لحكم العثمانيين متى؟ لما انتصروا على المماليك في معركة، شو اسم المعركة؟ مرج دابق. شو تاريخها يا أستاذ؟ 1516 ميلادي. طب يا أستاذ نحفظ الهجري؟ احفظوا برضو مش غلط، 923. إذا الآن بدنا نحكي عن ظل الأردن في الدولة العثمانية. كيف كانت الأردن في الدولة العثمانية؟ الأردن هي جزء من بلاد الشام، ودخلت بلاد الشام ماذا؟ دخلت بلاد الشام تحت الحكم العثماني لما انتصروا على المماليك في معركة مرج دابق اللي صارت 1516. ولما دخل العثمانيين على بلاد الشام قسموها لولايات. شو هاي الولايات يا أستاذ اللي قسموها؟ شو اسمها؟ قديش عددها؟ قسموها إلى ثلاث ولايات. طب أستاذ شو الثلاث ولايات؟ ولاية دمشق وولاية حلب وولاية طرابلس. طب أستاذ الأردن كان يتبع لمين؟ لولاية دمشق. طب أستاذ ليش ولاية دمشق؟ هذا أحد الأسئلة اللي سأله طالب من الطلاب إلي. الأردن كان يتبع لولاية دمشق لأنه دمشق هي الأقرب لماذا؟ للأردن، فبالتالي منطقيا راح يكون تابع لولاية دمشق. نرجع بنعيد، لما العثمانيين دخلوا على بلاد الشام وانتصروا على المماليك في معركة مرج دابق قسموا بلاد الشام لولايات. قديش عدد هاي الولايات؟ ثلاث. شو اسمهم؟ دمشق وحلب وطرابلس. الأردن كان يتبع لمين؟ لدمشق. إذا سؤال مهم جدا، الأردن يتبع لأي ولاية عثمانية؟ لولاية دمشق بصفته الأقرب إليه. وفي بداية القرن السادس عشر ميلادي الأردن قسم إلى ماذا؟ إلى لوائين. قسم الأردن إذا ماذا؟ إلى لوائين. طب أستاذ شو هما؟ لواء عجلون ولواء حوران. لواء عجلون بضم مناطق ولواء حوران أيضا يضم مناطق. برجع بعيد عشان أربط لك الأفكار. العثمانيين قسموا بلاد الشام لثلاث ولايات، دمشق وحلب وطرابلس. الأردن يتبع لمين؟ لدمشق. بعدين في بداية القرن السادس عشر الأردن قسموه إلى ماذا؟ إلى لواءين. طب شو هم يا أستاذ؟ لواء عجلون ولواء حوران. طب لواء عجلون شو بضم؟ يضم لواء عجلون ماذا؟ النواحي الآتية: عجلون والصلت والغور والكرك وجبل اسمه جبل بني حميدة والشوبك. هاي المناطق كلها كانت تتبع للواء عجلون. إذا عندنا لوائين، لواء عجلون ولواء حوران. عجلون بضم عجلون وبضم السلط والغور والكرك وجبل بني حميدة. واللي بلاحظ هذولا كلهم على خط واحد بيكونوا، علشان هيك كانوا ماذا؟ كانوا لواء من الشمال إلى الجنوب. عجلون شمالا إلى الشوبك ماذا؟ جنوبا. إذا لواء عجلون ولواء يضم السلط والغور والكرك وجبل بني حميد. لو جاب لك الأستاذ سؤال السلط تتبع لأي لواء؟ بتحكي له للواء عجلون. طيب الكرك تتبع لأي لواء؟ للواء عجلون. طب جبل بني حميدة والشوبك بتبعوا للواء مين؟ للواء عجلون. طب لواء حوران بتبع الأردن من ناحية بني كنانة، هي المناطق إيش؟ اللي بعد عجلون، اللي فوق عجلون، المناطق اللي بقرب جسر نعيمة والمناطق هاي والرمثة تقريبا حاليا. إذا عندنا لوائين، لواء عجلون ولواء حوران. مهم جدا تعرف لي كل لواء من ماذا يتكون، لأنه